على اي اف ام احلى راديو. يلا سيدي شدوا احزمتكم المتعلق. رامي رامي ريز توت سويت البوكس نيوز. بوكس نيوز صوتي جنجل بين رافنا بداو بفيديو دارت برشا البارح على مواقع التواصل الاجتماعي وهي في علاقه بالاحتجاجات اللي صايرين الايامات اللي فاتوا. وين فما امني يمشي في الشارع في وسط الاحتجاجات خلينا نقولوا احنا الهدوء ما بعد العاصفه في الوقت هذاك. دونك خرج له مواطن من البركون وحكى معاه. لعبت نجم تشوف الفيديو على الباج فيسبوك نتاعنا. طول الامني ما غير ما حكاو برشا ضربوا بالغاز في داره في البركون نتاعو. التعليق كانت هكايا: شنو اللي صاير في البلاد ولا تغابه؟ شنو العنف هذا الكل؟ وفما اللي قال حتى اللي فوالا هو الفيديو نجموا نشوفوه العباد على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام. دونك تعليقي ما قلنا فما اللي حكي على العنف البلاد ولا تغابه شنو هذا العنف هذا الكل. وفما اللي قال حتى اللي ما هبطش للشارع ما سلمش من الغاز والشاي وصل له حتى الدار. وفما عباد قالوا في وسط اللي صاير في الشارع والستريس اللي عايشينه الامنيين عادي يصيروا حاجات كيما كايا. ونفاو بالتعليق هذايا برا شوف انت المواطن اش قالوا باش الامني جاوب كيما هكا. شوفوا الفيديو الناس اللي ما شافتش الفيديو والناس اللي ما تنجمش تشوف تسمع فينا جوست توا على الفريكونس نتاعنا. امني مع مجموعه من الامنيين متعدي فما راجل خرج من الشباك نتاعو ما عرفوش شنو. لا قالوا هكا سمعت الفيديو قالوا عايش خويا راهو الغاز الغاز دخل الدار. الاجابه نتاع الامني كانت واضحه ووجه له السلاح نتاعو ما عرفش شنو يتسمى وبعث له الغاز الوسط داره. شنو الفورماسيون اللي تنجم تكون عندك برهان مش تعمل حاجه من نوع هذايا؟ وبربي مديوش خاطر عطينا حق الامنيين ودفعنا عليهم اكثر طبعا. بلاتو اللي نتهمونا البارح بالانحياز للمؤسسه الامنيه والسلطه والدوله سبونا برشا. ولكن انك تعمل عمليه بالشيء هذا في دار نجم يكون فيها مسن ونجم يكون فيها بيبي. انا نحس معناها نعيش البانيك هذاك ونتصور بنتي بجنبي في اربع حيوت مسكره والغاز يدخله لي امني بالطريقه هذيك للدار. شكون الامني هذا؟ وصل وصل وصل. عندي بعض الاصدقاء كلموني وقت البارح في حي الزيتين بار اكزومبل الغاز في وسط الديار. ومعناها الوليد صديقي نحب نحييه معناها وليد محترم متربي قال لي عديت ليله كامله وانا نبعد في اولادي على حكايه الغاز على اولادي صغار. قال ما خفتش على روحي خفت على اولادي صغار. هذه صوره فريمون معناها تتاكد هالتجاوزات اللي تشوه المؤسسه الامنيه معناها صوره خايبه برشا. معناها هذه يعطيو فيها العون هذاك على مؤسسه امنيه مفترض تخدم في خدمتها في اطار القانون لكن بالصوره هذه تزيد تاكدك النقمه هذيك اللي موجوده على صوره التجاوزات اللي يعملوها بعض اعوان الامن. معناها ما فهمتش معناها التسيب وصل قالوا يا ولدي الغاز قالوا ها معناها بومبا كامله جعلت لتفريق مظاهرات لتفريق معناها الواحد داره يبعث له معناها للبلكون نتاعو واحد شخصي معناها هذا يلزم استهتار. هو تفي هو جريمه معناها بومبا غاز بومبا غاز تضرب فيها في وسط دار بالطريقه هذه وشارع فارغ وما فما حتى تهديد وما فما حتى شيء وتعدى قالوا هاو الغاز تحب على الغاز هاو الغاز. معناها للاسف الممارسات هذه تجي معناها في لحظه تسقط كل المجهود اللي تعمل فيه المؤسسه الامنيه باش تعطي صوره للامن الجمهوري اللي متواصل مع العباد ومتواصل مع الناس ويطبق في القوانين. كومبورتمون كانك تتفرج في فيلم لا ما عنده حتى داعي تاع مفلوزي عرفتك افلام المافيا كي تحكي مع كلمه يجبد فرد كيري عليك هذا قالوا راهو الغاز في الديار ما عنده حتى داعي يبعث له في وسط داره. الناس هذه عنده مراه كبيره في داره عنده امه يربي في اولاد يربي في بنات يقيس له كان هذاك يدخل له هو لداره شو نجم يكون رده الفعل. انا ما عادش نجم تدافع على الامنيين ما عادش نجم تقول شبين الناس عندك الحقد على المؤسسه الامنيه علاش يخرج في مظاهرات اليوم عنده مشكله مع الدوله مع البلوتو السلطه مع رئيس الحكومه مع الوزراء مع مجلس النواب مع رئيس الجمهوريه يمشي يسب المراكز والامنيين. يعني كومبورتمون من النوع هذايا الناس تعمم لا ويسقط رفيق الصوره الاخرى تاع الامنيه اللي بالبوق اللي يقول لهم هذه بلادكم ما تخربوهاش امنيين اللي يهزوا رجال كبار على ظهورات الله غالب الامنيين اللي كانوهم البارح لا يجي واحد يفسدها بالطريقه هذه. هو ديما عقليه باش نقعدوا نعانيو منها برشا مراد عقليه بوليس بن علي هذايا تاع بنديه وكان عجبك ونعمل لك كان عجبك وامبونيتي وما نتعاقبش وانا بوليس وما ادراك من البوليس. هو فما الامبونيتي موجوده خاطر احنا حكينا على هذا. انا كان بودي بون مالوريزمون نجمناش نحكيو على كل شيء اللي صار البارح في شارع بورقيبه كذلك وين خرجت ناس منظمه ومن تابعين شويه اتحاد الطلبه وشويه مجتمع مدني جوست طالب وهذه لوجوه ملثمه وليهم في الليل وفي وسط النهار تجي تشدهم جيت وقفهم هذا حق تظاهر مضمون سلمي لا ملثمين في النهار
يتم معناها إيقافهم ويتم إهانتهم. تو هذه هذايا معناها هالأمنيين اللي قاعدين يفكروا في مستقبل البلاد هكا يتصرفوا. هذه أنا هاني باش نكون إيجابي نقول اللي وقت بوليس بن علي ما كناش نجمو نصوروا هكا، والعقلية اللي انت تحكي عليها احنا بشوية بشوية قاعدين نقضيوا عليها بالتشهير كما قلنا ما نكون نسمو الليبرو بيغالوز اللي هما موجودين في الامن، موجود حتى في العالم لي بافور، موجودين في القطاعات الكل، موجودين في القطاعات الكل بتبع ليه وفي البلدان الكل. انا ديما راهو شفت احنا توا ننتقدوا ونحبوا شويه جلد الذات، راهو ديما نسبوا الامور. كي نشوفوا امريكا مثلا، يا رحم والديك امريكا وما ادراك ما امريكا، الجموع هبطت على الكونغرس معقل وماتوا فيه أربعة دم سيل، والفوضى 2020 الكلها فوضى. معنا نسبوا الامور، احنا ماناش شعب منقسم، احنا شعب طلعت له السخانه لأسباب موضوعية في هالأيامات الأخيرة. لكن الأمن الفرق زي بيننا مثلا مراد توكيل الأمني الشهير قصة الشاب الأسمر جون فلويد، توفى جون فلويد مثلا، الأمني تعرف شكون وتصويرته وتم التشهير به وتحاكم بعد عطاو 50 سنة، عطاو 5 سنين تعدى على العدالة وتحاكم. احنا هنا نسمع ديما سيتم فتح تحقيق بعد ما نعرفوش الأمني مش بنفس الخطورة، مات لخرزة. هو مات سيفري، ولكن يا صديقي تعرف عليها أنك كان عنده بنت ولا ولده شنو وزار ولا مرأة كبيرة، ولا مرأة كبيرة نجم تغزر الوجه الآخر. أولا التعدية على مس الشرف في وزارة الداخلية بشكل يومي، مئات الأمنيين، لكن ما همش معنيين أنه يحطوا تصورهم شي يعرفهم رفيقة وهذا يعمل له وهذا ما عملش، خاصة وأنه رد بنا تحطش تصويرة ما مهم تخرج لحظة برين تخرج كأنت مسؤول على الاتصال تقول السيد اللي عمل ذلك راهو تعاقب راهو طايحنا في الجراد راهو تنقل، لكن ما يسالش، لكن ما يسالش. احنا ديما نركزوا على التران اللي ما يوصلش في وقته. 4 أيام بالاحتجاجات الكبيرة اللي عرفتها البلاد ولا واحد مجروح، رد بالك تخبيشة انت في عركة في البرلمان والاخر ضربوا تخبيشة وقامت القيامة وبيانات والدنيا وتشوشت النعامة. اليوم المؤسسة الأمنية نحييها زادة على درجة خطيرة فيها بتاعها على ضبط النفس. 4 أيام نهب سرقة مختلف أشكال الجريمة ولا سمعنا بواحد تخبش. رد بالك في أمريكا موترة في الكونغرس واحد أربعة وأربعة بالكاردياك والآخرين كاردياك، بالتالي لازمنا نحييه ونعطيه كل ذي حق حق. التناول صحيح بالنسبة لي لأنه 4 أيام سفرين فماش مجروحين رغم الاستفزازات رغم التكسير رغم كل شيء، ضبط النفس قال 10 المؤسسة الأمنية. ولكن اللي قلقني أنا هذا صار مع عبد، ولكن كل البروجيكسيون اللي عملوها المواطنين على المؤسسة الأمنية ككل اللي طيح لفور نتاع وزرة ونتاع ديكادر والبارح السيد اللي اعتبوني للسيد في سليان وغيره وكذا برنس كلمة نمشي الاخبار يقول لك الشيخ يقول مرتاح ما بيته في نفس المراح. هذا ما يبررش اللي عمله الامني، لا ما يبرروش، لانه الامني انت انا مكلمك والاخر يكلمك مال اللي يكلمك تشبد عليه وتضربه، بالكش يحاسبوا فيهم بعديش، ربما قاعد نقول راه في كلام ربما بالكش يحاسبوا فيهم. اش بيك ما استعملتش انت البومباغاز نتاعك، اش بيك خليت 3 أو 4 عندك، مال اللي كلمني نضرب بالبومباغاز، هذه واحده. واثنين راهو قاعدين يشهروا بالامن كلي كابيتان ومندراكم كلي كابيتان ورهو ما وقالوا صارت نقلتوا صارت كذا وكذا، احمل الحاجة أقل من هذه ما ضربش بمبغاز. صحيح تعدى على إنسان على شخص على عدم إهانة كبيرة وقعت معاقبته، هذا ربما اليوم يتعاقب ربما يعرفوا يعاقبوا اليوم. هذا اللي قلنا التشهير وكي تقول لي التصوير ما نزيد حتى شيء، ولكن يخرج مسؤول في الوزارة الداخلية يقول راهو السيد هذاك اليوم توقف عن العمل وما نقبلوش ورغم الظروف الصعيبة وكذا، حاجة ديما تخلي ثقتنا ما تهتزش في المؤسسة الأمنية. الأخبار مع سلمى هنيل، بعد أخبار الكورة مع صديقنا محمد الهادي بخوش، نرجو نحكيو بعد شوية مع صديقنا رامي متألق إلى حد الآن في الفقرة هذه. ربي يفضلك يا رفايع الأحوال الجوية إلى حد الآن الصوت رنا والقرايه وغيره كذا اعطيني فرصه حتى البعد الانثوي موجود شويه عنده رامي عنده الفكاهه ديما يا قراحته في الفكاهه والضحكه نقطه قوته الى حد الان عارف كيفاش مستغلة. يلا الاخبار سالم هلال وبعد اخبار الكره مع صديقنا محمد الهادي بخوش. اي اف ام اكسبريس. مرحبا. رئيس الجمهورية ينبه الشباب من اللي يتحرك في الظلام ويسعى بكل الطرق لتوظيفهم والمتاجرة ببؤسهم، لأنه الهدف من هذا بث الفوضى ومش تحقيق مطالب الشعب. في بنزرت مجموعات من الشبان يقوموا بخلع وتهشيم ونهب محتويات مراكب التشغيل. في المستير الاحتفاظ ب 95 شخص متورطين في أحداث الشغب وارتكاب جرائم اختيرة وسط محاولة القتل العمد. وزير الخارجية يدعو لتوحيد الجهود لتسوية الأزمات في المنطقة العربية وقت رأس جلسة رفيعة مستوى المجلس الأمن.
وزير خارجية قطر يقول إنه جاء الوقت باش تبدأ دول الخليج العربية المحادثات مع إيران. موعدنا يتجدد في أخبار التسعة، مكملين بعد شوية مع راف مالك. EFM سبور مع محمد هادي بخوش. صباح النور الناس كله، مرحبا بكم في EFM سبور. البداية بالهند ومباراة مهمة اليوم للمنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب الإسباني انطلاقا من 6 متاع العشية في الجولة الثالثة من بطولة العالم مصر 2021. منتخبنا الوطني التونسي مطالب اليوم بالانتصار لضمان حظوظه باش يمر للدور القادم. المنتخب الإسباني صحيح منتخب عتيد قوي، لكن ريناه يعاني من العديد من النقائص. كان تعادل مع المنتخب البرازيلي وربح بصعوبة المنتخب البولوني، وكنا واجهنا المنتخب هذا في الدورة الودية في قطر وتعادلنا معاه 30-30. نعطيكم الترتيب الحالي في مجموعة المنتخب الوطني التونسي. المنتخب الإسباني الأول بثلاثة نقاط وعنده في الجولة فيراج بلوس 1، في بولونيا في المرتبة الثانية بزوز نقاط وعنده بلوس 1، البرازيل في المرتبة الثالثة بزوز نقاط وعنده صفر في الجولة فيراج، المرتبة الرابعة تونس بنقطة واحدة وعندها موان دو. دونك الفرضيات باش تونس تترشح الفوز على إسبانيا مع فوز بولونيا أو البرازيل يعني التعادل. لو في حال تعادل البرازيل وبولونيا، تونس لازمها تنتصر بفارق زوز أهداف على إسبانيا. فرضية أخرى تعادل مع إسبانيا وفوز بولونيا على البرازيل بفارق 3 أهداف. والفرضية الرابعة والأخيرة تعادل تونس مع إسبانيا وفوز البرازيل على بولونيا بفارق 4 نقاط، والهزيمة يعني الإقصاء من الدورة هذه. نعطيكم البروغرام الكامل اليوم. الماضي 3 اليابان تواجه أنغولا، البحرين تلعب أمام الليردي كونغو مع 6 متاع العشية، كرواتيا تواجه قطر 8:30، ألمانيا تلعب أمام النمسا، البرازيل يواجه بولونيا، والدنمارك يلعب أمام الأرجنتين. نتائج مباراة البارح، كوريا الجنوبية انهزم أمام الاتحاد الروسي لكرة اليد 30-26، مقدونيا الشمالية فازت على الشيلي 32-29، فرنسا فازت على سويسرا 25-24، البرتغال انتصر على الجزائر 26-19، سلوفينيا فاز على بيلاروسيا 29-25، السويد ربح مصر 24-23، إسلندا فازت على المغرب 31-23، والنرويج فاز على النمسا 38-29. نرجع للفوت، وين أعلنت الترجي الرياضي التونسي البارح عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن عودة اللاعب أنيس البدري بعد تجربة قصيرة مع اتحاد جدة السعودي. البدري أمضى عقد مع الترجي لمدة موسم ونصف، وباش يبدأ اليوم أول حصة تدريبية ليه مع الفريق. من جهة أخرى أكدت مصادر إعلامية جزائرية أنه لاعب الترجي عبد الرحمن مزيان باش يغادر الفريق في الميركاتو الشتوي في اتجاه اتحاد العاصمة الجزائرية. أكدت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ لها أن أصحاب الانخراطات بنادي الإفريقي الموسم 2019-2020 طلبت الهيئة المستقلة للانتخابات بالجامعة بالتعهد بموجب القانون الأساسي للجامعة والإشراف على الانتخابات السابقة لأوانها لفريق النادي الإفريقي. الهيئة المستقلة للانتخابات بالجامعة باش تجتمع غدوة للنظر في المطلب هذا. الشبيبة القيروانية اتفاق بين الهيئة المديرة للفريق والمدرب شكري الخطوي لتدريب الشبيبة، هذا بعد استقالة المدرب مراد العقبي. نتائج مباراة البارح، خرج تونس. نبدأ بالكالتشو، الميلان ينفرد بالصدارة بعد ما فاز البارح على كاليري 2-0، دوبلي لزلاتان إبراهيموفيتش. الميلان بعيد بثلاث نقاط على إنتر. في البريمير ليغ، أرسنال فاز على نيوكاسل 3-0 في الشان، المغرب فاز على توغو 1-0، ورواندا تعادلت مع أوغندا 0-0. أهم المواعيد خارج تونس اليوم في البوندسليغا، 6:30 بوروسيا مونشن غلادباخ يواجه فيردر بريمن، 8:30 باير ليفركوزن دورتموند، هيرتا برلين يواجه أوفنهايم، وماينز تواجه فولسبورغ. في البريمير ليغا 7 ويست هام يلعب أمام ويست بروميتش، 9:15 ليستر سيتي يواجه تشيلسي. في الليغا 7 فالادوليد يواجه إلشي، وال 9:30 ألافيس يواجه إف سي سيفي.
كانت هذه اي اف ام سبور. اكثر التفاصيل على السيت اي اف ام بوانتين. موعدنا جاي ساعتين وتو موصلين مع رفمك. اي اف ام سبور بلس كل يوم على اي اف ام احلى راديو. واخيرا عادت البطوله بين اخ ورد. المقابله انتهت 2-2 بين الجامعه والوزاره وزاره الصحه وجات الدمه الكبيره من رئيس الحكومه. حس القرارات اللي خذوها الحكومه نتاع دز تخطف ما عندها حتى سونس وما عندها حتى لوجيك. تفرج فيه تروح طلعت التلفزه الفوقانيه قلت ماشي التلفزه اللوطه خايبه طلعت كذا اللي يقول لي لعبه المستير 3-5-2 وكذا والوصفيق راني نتعارك معاهم. زادوا كي لعبوا 30 دقيقه ولينا نحكموا يا هل ترى ينجموا يعطيوا في الشامبيونز ليغ ولا مش معقول؟ كتب في الاوتوروت تجري فيقول لك 110 احنا ولينا نعملوا 110 بالتوالي مش نوخروا بشويه بشويه وما غير التروفيزور معناها فتك الدنيا التروفيزور لا ستوب لا فروج لا حد شيء فتك الدنيا. نحب نعرف شكون دلس ويقع التشهير به. سبور بلس مع ايمن زروق سمير السليمي حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني. اي اف ام احلى راديو. جديد فيتاليو برومو على الياورت براسي الكل ب 300 مليم. براسي بيسكوي فاني والبراسي فريز بانان ب 300 مليم وحتى البيستاج زيدا ب 300 مليم. مي لا ما تفلتوش البرومو على الياورت براسي دو فيتالي ب 300 مليم اكاهاو. كي يبدا بوك يتبنن في دليس ممزوج يا بابا يا بابا شنقلور كرهبتك يخدموا في خدمتهم ربي يعينهم. اسمع امي تحب نفطروا كل يوم بحذيها راه ونتعشاو زيدا يا بابا ملكي نوقص محلاها تنوقيستو. ديليس ممزوج بنتو تغلب كل شيء. تركيبته رطبة وخفيفة وفيه كمية من البروتين والفيتامين والكالسيوم اللي يضمنوا لك تغذية صحية ومتوازنة. ديليس ممزوج مبنى الدنيا. هات شاتس هات وينز سرفس وكريسبي دجاج تتقمش بفريت وسرفس داك العجاج في كاسة بكتة سهولة والقابة تحفونة والبنة مضمونة يلا نجيب التربوكة خلي الليلة لما حفلة. في عيد ميلادها الثالث كيف سي تهدي لك ان بون داشا بقيمة 20 دينار من اليوم حتى 24 جانفي على كل كومون تعملها على بلي كيف سي تونيزي وإلا على السيت كيف سي بوان كوم بوان تين. في جيان بالبروموات ندلوكم وعلى القدرة الشرائية نطمنوكم. واليوم في جيان سوم لبليت 125x150 سنتيمتر يوالي 14 دينار و 990 أكاهو وهكا لا توفروا لدينار 30 أما 7 دينارات كاملين. جيان يدفع على القدرة الشرائية. جيان يمدللنا. انتم تسمعوا في رفماغ البرنامج الصباحي رقم واحد في تونس على اي اف ام احلى راديو. الرحلة مكملة مع صديقنا رامي مواصلين معكم في البوكس نيوز. الراف نحكيه تو على صورة اليوم اللي اعتبروها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلخص نتيجة اللي صار الايامات اللي فاتوا وكيما مشتراو على الباش فيسبوك متاعنا تصويرة فيها أم وبو وولدهم متأثرين يبكيوا في مركز الأمن على الأغلب يخرجوا بلوتو في ولدهم الموقوف. نبداو بتعليق سمير الوافي لهنا وين قال الخسائر المادية باش تعوضها شركة التأمين والعلامات التجارية جهة إشهار مجاني أما أنت يا من خربت ونهبت وسرقت فللأسف قد تجد نفسك متورط في جريمة إما بالقبض عليك أو الوشاية بك وستحرق عليك قلب أمك ووالدك للأسف. بقية التعليق كانت كيما هكا يعملوها الكبار ويحلو فيها الصغار. طفل صغير كانوا ينجموا يحطموا له مستقبله اللي صاير هو ثورة على الفقر والهمجية واللي عايشين فيه توا. كيف كيف فمش كون قال حتى شيء ما يسوى دموع وقهرة الوالدين واللي حاسين به. إن شاء الله الطفل هذايا يكون عبرة الغيره ونوفيه بالتعليق هذايا. المحاسبة ما يلزمش تقف عند الشباب اللي قاموا بالاحتجاجات لازم نعرفوا شكون وراهم هكا بالحق نكونوا عادلين. ملاحظة الأولى يا دوريتم في القراءة والله لا وصوته يا في جيب النو وميمة صوتها يشنش تحكي تتتتتتت وعندها نبرة في صوتها معويقة ولا كيف معويقة شكرني تو يجيب النوم سلو سالوجيك هو شكرك بريان توجع التصويرة متاع ريبارون في المركز ماشي الوليد صغير ما نعرفوش يعمل قاعد في الشارع في الليل وقص على الحالة هذه قداش حالات متاع ريبارون مرمدين في جرة ولادهم في جرة التسيب هو الحق اللي البو والأم على خطرهم معناها الواحد يزم يخمم ألف مرة
نقول لك حاجه في التمرميد، انا جربت شويه تمرميدات في كل الاوقات وفي كل المراحل في العمر، من العمر هذايا بتاع 18 سنه و20 سنه وتوا بابا الله يرحمه في 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 في, في عينيا هبطت الكلية يسأل عليا وقتها تشديت عملت مديدة مانيش ما فانا بلاصة الله أعلم، هو اللي يتمرمد وهو اللي يمشي هو اللي يجي هو اللي كذا، معناها هو كل الإحساس والشعور بتاع الأم والأب كي ولده بيصير فيه بالشكل هذا. وقول لك حاجة معناها بتاتر توا هكا معناها تداعي نفسي، معناها اللي يحصل لي بعد 14 جانفي معناها معناها قلت يا ربي الحمد لله اللي بابا متوفي قبل، حتى في المراحل راهو كي تشد حبس ولا تشد فازيت ولا تتوقف راهو كان أقرب مهما كان عمرك بوك أمك، مهما كان عمرك بوك أمك بوك أمك حمدت ربي زوز حاجات، وكان رسالة من عند الله أنه الأب معناها توفى والأم معناها ما عادش تحس، معناها دخلت في جو ما عادش تحس بحقيقة الأشياء، تضحك يعني في الأخير ما في بالهاش، معناها باش تشوف التصويرة هذه قديش مؤثرة، نفهمك البو والأم بكيتهم ولده في مركز الشرطة كيف باش يخرجوه، فهمتي؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كل ولدات با، ولو نعرف صعيب إنه يتفهموا الحكايات هذه، أما ديما نقولوا شوفك البو شوف إيه اللي بارو عندهم دور، ولاد عمرهم 14 سنة بالعجالي يحرقوا العشرة متاع الليل في كوفر فو، فما تبرير يخلي امبارح سونيا قالت لي سونيا قالت لي كي سالت ولا بيا قالت لي دار صغيره واللي بارو ما عادش يحكموا، نحكي على ان جامان 14 يا برهان رفيق راهو في الهيجه والجوجه سيب ولادك السيناريو قايم على التفاصيل راهو، فما شكون يتشد هو يتفرج راه الفرجه شو يعمل في الشارع بيناتنا الفرجه تي شنو واش يعمل في الشارع، بالكش يا رفيق الناس كل عندها الامكانيات بتاع قاعدين، فما بيت تذكر راهو 20 هذا مفهوم في بيته ما كلمه اي شد بيتك ما فماش كلمه اسمها شد بيتك برا، الناس كل فوق بروس بعضها في جراري، عباد عايشه في الشارع عباد تدخل للبيت باش ترقد بالتناوب عندها برا، شوف الحياه الشعبيه وشوف الدنيا عباد كيف عايشه، ساعات مش بالضروره لا حرق لا هز حجره لا عمل رغم فيها التونتاسيون بتاع الجو ويلا مع البوليسيه كده ماهوش تبرير، ولكن راهو فما عباد تنجم تتشد وهي واقفه قدام باب دارها، وانا شفنا فهمتي في الوضعيات هذه، بالتالي صحيح قد ما نقولوا العائلات عليها تغزل الاولاد عليها تاثر لاولادها، لكن ديما تبقى في الاخر معناها كل الوعي الصغير هذاك اللي نجم مرات. ويزمنا نقولوا حاجه راهو اللي احنا اليوم عاجزين على الفهم، مانيش حتى نحكي عن الناس اللي عمرهم 18 و20 راهو حتى الاولاد والبنات اللي عمرهم 13 و14 و15 اليوم لا علاقة هما كي نظرتهم للعالم بعلاقتنا احنا ولا حتى انت كي كنت عمرك 13 و14 و15 اليوم بفضل او بفضل او بسبب الموبايل الناس ولات عندها نافذة على العالم ولات على اتصال بالعالم وحدها، ولا البو والام صوت ما بين الاصوات اللي تتحكم فيهم، لاني مش قاعد نقول به بالكل انا بدي عندي اولاد وعندي بنات وعندي نفس الاشكال، اليوم انت صوت ما بين الاصوات وهذا العالم اللي قاعد يتبدل واحنا ما عندناش الادوات باش نفهموه، لازم نكونوا متواضعين بالمعنى العلمي والابستيمولوجي الكلمه كيف ما يقولوا برين باش نقولوا رانا ما عندناش الادوات باش نفهموا برشا حاجه، واللي يدعي انه يفهم بما فيهم ناس موجودين على البلاتو رانا نفهموا جزء هكا 10% 20% خويا الغالي دور الاوليات تصويره توجع ولي بارا هما اللي يسخفوا وما عندهم جانب من المسؤوليه نعم ام لا عندهم ما هومش نقول لك هالوليد هذا اللي هو تو في الشارع قداش عمره كما قال بوريان 15 16 خويا فاش عاش هذايا وقت اللي فما صارت الثوره قداش عمره 5 سنين فاش قاعد يتفرج في العشر سنين هذوما بالكش قاعد يتفرج في برلمان محترم بالكش قاعد يتفرج سامحوني زملائي في التلفزه محترمه لا قاعد يتفرج في البونيه والعياط والزياط وواحد يحب يفك الواحد كيفاش يحبوا يطلع وقت اللي تجيه فرصه باش يخرج للشارع يخرج للشارع الوالدين يلسون ديباسي الوالدين تجاوزتهم الاحداث انا ما نوافقش المنطق نتاع برهان نتاع انه صغر الدار والظروف يخلي الاب والام ما عندهمش سلطه ما تخرجش ما تخرجش تبديش تسكن في بيت في وكاله نعرف البوك يقول في عمر معين 20 22 ما عادش تشد الشاب عمره 13 و14 كان البو بسبب صغر الدار يولي ما عادش عنده سلطه فريمون على تونس السلام وعلى الدنيا السلام بوك قال ما تخرجش 10 نتاع الليل اش تعمل في البرد في الشتاء في الكوفر فو كرتوش تفاصيل نصرف من الباب مش تفاصيل ولاد يحرقوا في عجالي ويتجرى وشفناهم حكيت البارح على فيديو بارتاجيتو عربية حمادي وبرشا فيديو من الفدا يا رفيق في بالك الولاد هذوكم انا سامحني عبد السبت كنت في الجبل راهو سي جراف انت تفل في 13 14 سنه سيف كامل برهان ما يمشيش لبحر ولكن تو باش نرجع لحاجه موضوع يا رفيق اليوم سبحان الله حلقه الصراحه برهان استعرف بالخيانات نتاعو مراد اليوم استعرف على شلان ان شاء الله تكون بدايه باهيه
قال عندي انا البنات والولاد. نحن نعرف مراد عنده زوز بنات هاو استعرف بولده ان شاء الله. حميدو ما نحبش نذكر لقب حميدو قد كبر قد صغير قد كبر وطلع اشلاق والله. شو انا سعيد برشا اللي باش يعرف اخواته على ما اظن مراد بعد باش يزول السفاره على الوراق واليوم اول نهار باش اول نهار ومحلاه كجيب البلوزون زرقاء قدام تربي وعنده روح دعابه بوه الدم يجبد وين مسك مراد بالاعتراف لا حتى سلم عليه ولدك برشا الفاز والله مؤثر انا ملي قابلته لا لا مؤثر والله مؤثر ملي قابلناه انا وزياد الجمعه اللي فاتت الوليد اللوطه ويسيح عنده شويه ثيرابيت هو ولكن كان حبيت راهو 13 سنه ما راهش بوه راهو تولد ما نحبش نقول مي برافو مراد بربي تصفيق مراد برافو مراد تعدى فاس تولد في ايطاليا من ام لبنانيه نتعدى فاس نحكي بعد شويه في البلاتو ما تبعدوش كل يوم مع الأول في برنامج 90 دقيقة مع خلود مبروك ومع بقية أعضاء المجموعة أنا سفيان بن حميدة باش نلقاكم كما تعرفوني ديما ما تبدلتش يعني باش نقول كل شيء بوضوح من غير تحامل ومن غير تمسيح من 14 في ولمدة 10 أيام إم جي ترجع لكم أسوان 2011 في 10 منتوجات واليوم في إم جي طن كامل بالزيت النباتي 160 غرام سيدي جابر ب 3320 في عوض 5190 إم جي أعز حاجة عندك كل يوم. Le nouveau Galaxy S21 prend note de tous tes besoins et désirs. Trois modèles et tailles différentes pour s'adapter à ton style de vie. Un design futuriste et unique qui se démarque de tous les autres. Un bond de performance spectaculaire par rapport à la génération précédente. Et dans sa version ultra, un appareil photo 108 mégapixels de nouvelle génération à l'aise autant en photo de nuit qu'en vidéo d'action 8K. Et un vrai zoom optique 10 fois. Tout un nouveau monde de possibilités s'ouvre avec le Galaxy S21. Précommandez le Galaxy S21 sur le site s21preorder.tn du 15 janvier au 4 février et recevez les Galaxy Buds ainsi que le tout nouveau Smart Tag. جديد فيتاليو برومو على ياورت براسي الكل ب 300 مليم براسي بيسكوي فاني والبراسي فريز بانان ب 300 مليم وحتى البيستاج زيدا ب 300 مليم مي لا ما تفلتوش البرومو على ياورت براسي دو فيتالي ب 300 مليم اكاهو. راف ماغ البرنامج الصباحي رقم واحد في تونس. شبيك يا راف متأثر متأثر ميسالش رفيق ميسالش شد البكير شد البكير ما خير ما لا لقطة حصلت خلوا ليد صغير يعلق كيفاش بابا لا يبوس في يد مراد بكت الثقافة العربية الأصيلة رغم أنه أمه لبنانية يعيشوا في إيطاليا متحررة أمه ونعرفها مليح أنا كلارا نسلم عليها هي ركبوا يلا محق الرد محفوظ البرامج الأخرى بيان سور الشاب اللي جاي من بعيد رامي كمل رامي الحديث البارح الراف كان على الممثلة الشابة القادمة من بعيد واللي هي مدام سونيا الدهماني اللي تعيش النجومية. البارح كان لها أول ظهور في سلسلة إن شاء الله مبروك. يدخل نسمع أول شوية من جو شوف الإبداع والفن والرشارش في الدور ترى والله والله تحس بيك يا أختي بارك الله على أخويا عيشك 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 يا رب الله حد عليك ما شاء الله عليك يا حبيبي اللهم صل على النبي عيشك عيشك والله الله لا تربحك دنيا واخرة عليه شعمتلك عليه عليه راقي شعمتلك خليت لي وجهي في القعش فوالا دونك لهنا سونيا كانت تلوم في خوها برشا دي كومنتير جاوا على التمثيل نتاع سونيا البارح وين كتبوا سونيا كل شيء وتاها كلاس وتعرف تمثل تحس على طبيعتها فما شكون قال زاده بدايه موفقه وعندها مستقبل باهي برشا في التمثيل فما اللي قال بين المحامات الحوار التونسي والراف ماغش مازال باش تعمل سونيا الدهماني وفما اللي قال خير من الكارتون اللي تعمل فيهم توا كان تمشي في التمثيل وتستثمر في الحكايه هذيا خير برشا من اللي تعمل فيه في الراف ماغ. سونيا الدهماني تدخل عالم الدراما تفرجت برنسة؟ أنا بدلت كنت في حوار ساخن سياسي بوليسي كذا ثم عرفت سونيا هي باش تجي في وقت مسالش مسالش برك ربي يا أخي هو يعني مستواه للدرجة هذه ما يفهم عن شيء ما يفهمش ما يفهمش أرجع لي سونيا فكرتني الحاجة قلت مش قلت لي سونيا هي قلت لها سونيا الكل حطينا والحق جينا في الوقت هي طولت ما دخلتش في من الأول
وقت اللي جات سونيا التلفزة حتى من الكولور تاعها تبدل يعني الكولور ولا أضوى أكثر وكالضخامة متاع سونيا وكل واللي ما يعرف سونيا يقول قاعدة تمثل بالنسبة لي أنا مش تمثل هذيك هي سونيا راي في الدنيا أكل بشاشة ذكرني بارتيكل تكتب دون لوتو كان ذكروا برهين على زيارة بن علي ظهري باش الحوض المنجمي دون لوتو ولا فجأة غابت الاحتجاجات وغابت درشنوة والعصافير صارت وزقزق تكتب وقت وقت بن علي كان من يشغلت الدنيا ذويت وقت بن علي اللي صار في أنا في الداخلية أنت ما تعرفوش وما نتكلمش عليه نعرف جريدة النهار وجريدة الصوت عجبتني وحارقة أما راه ردوا بالكم عاد سونيا راه مش جديدة في التمثيل راهي بنت التياتر يا ولدي بنت التياتر سونيا ومن دراك برهان سونيا امبارح كممثلة أنا ما خلطتش برشا خلطت عليها في دور صامت تغزل تتفرج في التلفزة وتغزل قعدت مدة تغزل طولت اللقطة هذيك الحق برشا دي قضيت شدة السيجار وكيفية فما هكا تعالي كذا فما شدة السيجار فما امبارح في الدور الصامت نتمنولها النجاح ولو با حبيتها التجربة تكون في أعمال ما أكبر كما أولاد الغول اللي بشي تبث في رمضان على قناة التاسعة وانتظروه نجوم برشا وكذا وتكون كاريير باهية غاديك خاطر هو العمل تقريبا اللي بشي يشغل الشاشات الكل لكن ما يسيرش في الأعمال هذه نتمنولها أسمعها ونحبيتها حبيت تشوفها ها أولاد الغول أنا عملي وش قلت لك أولاد مفيدة يهز الكل شوف المسلسل متاع الحوار حبيت تشوفها في رول متاع سميرة مقرون المتحجبة علاش؟ خاطر في العمر هذاك حبيت الرهب في دور هكا متاع ترجعنا ل معناتها ترجعنا كيفاش نقولوها ترجعنا نحن الشباب لأصلك والله لا بارح حبيت سونيا والله بارح خدمت ستاندارتيست راهو العباد الكل طلبوني نمرو سونيا كوبي كولي كوبي كولي داير حتى صفحتي فيهم تو باش تهبط نمرو سونيا اللي كيحب يذكرها او تلقاوها على الصف انا الامانه عجبتني وهي تمثل بارح حسيتها سبونتاني معناها بنت توفيق جبالي راه عامله اول تجربه ليها ما عرفش عندها قداش ما مثلتش معناها ما عرفش تجربه في التلفزه الظهور نتاعها وكانت الشخصيه قريبه من سونيا اللي نعرفوها هكا شويه قريبه كي تبدا تعمل فيهم ونقولوا احنا هنا في البلاتو حس عيد لسونيا من يحب تعلق مراد ولا لا؟ لا يحب يمثل أنا تفرجت شوية وعلى العموم كانت المفاجأة سارة ديجا العمل كله ظهر لي مقبول معنى خفيف ماهوش خفيف ونظيف سورتو نظيف ما فيهوش برشا تهريج ما فيهوش سوء ذوق في دي سيتواسيون معنى مدروسين عموما الممثلين خرج منهم الحاجات الباهين كما سميرة مقرون كما سونيا وسونيا كانت في رول صحيح ماهوش بعيد عليها لما تكون في وضعيه نتاع نرفيز ولكن هذاك هو الرول نتاعها عندها بريزونس ان توكا اكيد عندها بريزونس ان شاء الله تلقى لنا الوقت بركه خاطر بالنشاطات نتاعها توا مونافي ماكسيموم تنجم تجيك ربع ساعه نهار الجمعه في الرفض بالعروض اللي جايه فيها كي نهار تحلم بتقلب الكاريير نتاعك تعمل حاجه شنو مش اعلامي لا تمثيل لا انا اي كنت خمر تقلب كاريير لا بعيد كل بعض دبلوماسي تدخل السياسه وتولي دبلوماسي يعمل فيه في كنت معناها كانت حاجه كنت نقرا دروا كانت حاجات اللي تعامل مع فرنسا تقول ما عادش نبر عليك حد مش فرنسا برك عاد وقت علاش كل البلدان وغيره كذا لا دبلوماسي تقلب الكاريير نتاعك شحب تعمل عازف قانون عازف قاعة سهريات سهريات وناس قانون بالحق والله تولي عايش في دار المنير ولا لا 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 عازف قرتو والله حلو ومحليها اقوى تدخل البقعة تلقى برهان على القانون برهان اللي حياته كل يلعب على القانون ولا يعزف على القانون يلا برنس كان تقلب كاريرك في العمر هذا ايش تولي؟ فنان فنان شنو؟ فنان وطيح على بوشناق تغني باب زيد والله انا نهار اخر شحال تقلب كاريرك؟ رفيق كناتري لا ليه كوارجي راه تنجمش تبدا كاريك في الأربعين في الثلاثين شنو في الأربعين في الثلاثين علاش تنجم راه هكا سيد اعطيني كاريك باش تعمل غدوه هاني قلت لك كباريات متعهد حفلات باهيه ومع برهان نتجر برهان ونولي انا لاجون تاعو كل مره واحده واحد ينسى الهم ويقعد حفلات عندك ثلاثي رفيق معناها برهان في القانون حاج يغني وهو هاي تأمل حاجة نعمله تجربة سناء هاي مقينة كان ترجع العروسات تو رفيق يعمل لنا بيو بنتي قانون والحاج يزو ينفض شوية في الأغناء والله ندبروا عرابا ما فيه والله يا زياد ونلموا برشا شبيبة متخرجة من معهد العالم الموسيقى تخدم على روحها احنا بالعلاقات العامة ندبروا الكونتراتوات نقفوا معاهم فرقة شنية فرقة رفيق
مثلا والله نجمو انت تحل في وجوه البوب موجود البوب موجوده نحن تبارك الله منا فينا صحيت والله ندوروا الدوله نكملوا بالصوره الاخيره البوكس نيوز جينا من القروين هكا رامي الصوره عديناها سابق مازال لنا بيجا بيجا في تو بيجا 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 من بيجا نقعدوا في اطار حاله الفوضى رفيق نفوت رفيق والله العظيم تحلوا البارح في إطار حالة الفوضى زادة اللي عاشتها مناطق برشا في الجمهورية تعرض مستوصف في بيجة للحرق والتخريب بعد الاستيلاء على كميات من أدوية أمراض الأعصاب النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببيجة فتحت تحقيق في الغرض واحتفظت بخمسة أشخاص. التعليقات كانت كيما هكا شوف وين وصلنا نخربوا مستوصف اللي داوي مرضى وفقراء ما عندهم حتى ذنب في اللي صاير ما عادش نستغربوا حتى شيء في البلاد. فما اللي قال تخريب مرفق صحة عمومي أكد اللي الفوضى اللي صاير ما عندها حتى علاقة بالاحتجاجات وربي قدر الخير. تعليق آخر يقول الشباب وفاتلهم الشيخة كهو ما عاد فما حتى شيء وقفهم ونوفيه بالتعليق هذايا تونس باهية أما أخي بحاجة فيها شعبها. حرق مستوصف بولين بوليش مبرو في السرقة برا يسرق ما يسرش ما تحرقش معناها الخيان نداء عاجل بربي اللي قاعدين يخرجوا في الليل بربي اكتفيوا بالسرقة الحرقان علاش ما عندوش مبرر ما عندوش حتى مبرر ذكر مشاكل شقال اي بالضبط الله يرحمه الواحد ما يجيش خطر هذايا مستوصف في منطقة اسمها معيوفة في باجة معناها لأنه نسرقوا باهي تعديت قال شنو السرقة ومحتاجين اي علاش تحرق خليه هذا على الأقل باش نعاودوا نأثوا نعاودوا كذا نعاودوا يرجع يخدم مستوصف يداوي في العباد يداوي فيك أنت في حومتك ما نجمش يكون سارق من ولاية أخرى معناها يأكد معناها الطابع الإجرامي بتاع التحركات الليلية هذه المشبوهة معناها حرقان مستوصف لمصلحة من فما شكون يحرك فيها ما سالتكش انا بولهان خاطر انت بالها ماكش حاضر معنا فما شكون يحرك حسب خيراتك انت لا اعتقد فما توظيف سياسي بعدي بعد ما تحصل الاحداث يجي يوظف من ذم الناس ناقمه وكاو هي عباد تخرج تنفس على روحها سيسي كليك يحرق على 10 سنين على 10 سنين يحرق مستوصف ينفس على روحه اوه بالنسبه لي هكا استهدف يعتقد ان المستوصف هو الدوله اللي غدوه باش يهز امه غادي تداوي يعتقد هكا حرقوا مدارس حرقوا مستوصفات حرقوا مستودعات بلديه هذيك الناس اللي تسمع فينا ادخلوا تفرجوا على المباشر على الشين نتاعنا على اليوتيوب اللحظه هذه والا على الفيسبوك ما نعرفش ما طلبناش الاذن منه ولكن باش نحطوا صوره بطلب منه بوحميد خونا صغير ولد مراد الزبيدي في برنامج كان حذر البارح يتسجل ويتعدى غدوه في الدوامه مع صديقنا خماسي ان شاء الله سجل الحلقه باش يحكي على علاقته بوه على التعذيب اللي عاشه كيفاه قعد مراد 8 سنين ينفي في الوقت يغزر الشباب اما الراف غزرت كلارا شو غزرت كلارا حواجب كلارا والله يدخل يا الراف شو الخدود محلاهم براءة ويغني بومبو اسمعوا لكن شو نقول لكم حاجه مهبول سيف مخلوف يموت على سيف مخلوف يموت يموت على ائتلاف الكرامة 13 سنة مغروم بالعفاس ائتلاف الكرامة تعرف سبحان الله ما شاء الله عليك مراد كلمة كلمة لولدك في 10 ثواني قبل ما نمشي للأخبار شنية لابلي اللي عملته شنية تقول يا ولدي شو تقول لولدك شو تقول لأحمد أمان سلياني بي يا ولدي شو تقول سلياني بي تليفونات مراد شو تقول لأحمد يزيو يا ولدي 13 سنة ماكش بالعاني أنت الظروف خلتك تبعد عنك ظروف شنية ظروف ظروف من غير ندخل في وقت المظاهرات والاحتجاجات معناتها مراد ما تلهاش يحتاج بطريقه اخرى مراد شو تقول له؟ يس يا ولدي ليه؟ يس يا 11 سنة مراد كمان 11 سنة مراد صعيبة انه واحد يحكي مع ولده بعد 13 سنة غياب صعيبة صعيبة الموقف اللي حطيته فيه هنا توا ليه مش صعيبة مراد المشكلة انه مخلي علاقته مع ام الوليد معناها تغطي على الاعتراف بالوليد كمان بيناتكم عارك بيناتكم كذا تعديت قصة نحن كلنا نعرفوها شنو هي تفاصيلها معليش البراءة تدفع الثمن عندما يظلم الاباء ابناء تحية الـ EFM باش تتكفل بيه سيد حامد قرر 10 سنين كريه خالص في الريديو حامد وسي الحبيب بسم الله باش يكبر هذا بعد شهر قالوا له الكلمة السحرية ابارتمون قريب من بلاصة اسمها موزايك قالوا له الكلمة السحرية جو مونوكيب اللي خوفني على مستقبل وليد كانت هذه ساعتنا الثانية تلقاو بعد شوية في البطاقات كل التفاعلات مقبولة كان تحبوا تبعثوا مساجات لأحمد الزغيدي ولد مراد واللي حب يتبرع مرحبا على صفحة تبرعات نعطيكم الريب نتاعنا بعد شوية ماناش باش نخليو كلنا معك يا بو حميد انت ولدنا الناس الكل نعود بعد الأخبار